بيقول النظام الداخلي لمحكمة الجنايات الدولية أنه استهداف المشافي وأماكن تجمع المرضى والوحدات الطبية من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية. عندما يتم تدمير المستشفيات أو العيادات الصحية تكون الخسارة أكبر بكثير من البناء والمعدات. أغلب مشافينا قصفت عدة مرات حتى أخرجت عن الخدمة. وقت بنقتل أو بنصاب العاملين في المجال الطبي، الخسائر البشرية لا تقتصر على حياتهم فقط. الخسارة هي بالكم الهائل من الناس اللي بفقدانهم عم بيضلوا بدون علاج وبدون دواء وبدون رعاية صحية. 583 هجوم منذ عام 2011. 90% من هاي الاستهدافات قام فيها النظام السوري وحلفائه. الكوادر الطبية هم أول مستجيبين منذ عام 2011. ويدعمون المجتمعات المدنية التي تعاني من العنف وسوء المعاملة والحرمان. 923 شخص من الكوادر الطبية قتلوا من عام 2011 إلى الآن، بينهم 269 طبيب. 55% منهم استشهدوا تحت القصف الجوي، 143 منهم ماتوا تحت التعذيب بالمعتقلات. طبعا هاي الأرقام والنسبة اللي عم نحكيها ما لها أرقام نهائية، لأن المحرقة والمقتل ما زالت مستمرة.